خبرنا الأول يقول: وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيناتور كامالا هاريس التي اختارها خصمه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن نائبة له بأنها العضو الأكثر فظاعة في مجلس الشيوخ. وصرح ترامب لصحفيين في البيت الأبيض بأن هاريس لم تثر إعجابه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، حيث أساءت بشدة لبايدن، وقال إنه متفاجئ لهذا الاختيار لأن أداءها كان ضعيفاً.